سكر بالله الباب يا فروض. خليني افترض انه عندي انا هون هاي لينك. هاي لينك هون. وهاي اللينك جيت ركبت عليها انا اللي كنا نسميها زي ماسورة او اشي. خليني افترض انه هاي الماسورة مبينة من هون هيك. وهذه راح اسميها مثلا زد. خلينا نسميها زد اي ماينس. وهون عندي واحدة تانية بس هاي زايحة هيك وهذه زايحة لجوا، فهاي راح تكون الخط المقطع تبعها مختفي من هون، يعني راح تكون جاي هيك، فراح يبين معي القطعة اللي هون وهاي راح تكون مقطعة من هون. هذول إذا طلعت عليهم الفيو من هون راح أشوف هي ماشي الهاي. وهاي الزاوية بينهم 30 درجة. وهاي اللي هي زد اي ماينس 1 وهذه هون زد اي وهذه هون زد اي. المسافة هاي راح تكون هي الفا اي ماينس 1 وخلينا نسميها مثلا 0.5 متر. اوكي، اذا انا جبت هذول الاثنين وعملت لهم تويست ب 30 درجه واضح مين باتجاه مين التويست. هلا لو جيت بدي احط هلا اكس اي ماينس 1 وين راح يكون اكس اي ماينس 1؟ بده يكون هذول الاثنين واضح انهم في تو بلينز بس هم بارلل بلينز، هذول في تو بلينز بس عملت لهم شيفتنج بهذا الاتجاه. فاكس مثلا طبعا انا اربيترالي بقدر احط اكس وين ما بدي، راح احط انا اكس هون احطها بنص النقطه هاي فراح تكون هذه هون اكس اي ماينس 1. وهاي راح تصير هلا عندي الفا. هلا اذا حطيت اكس اي ماينس 1 بهذا الاتجاه راح يصير الروتيشن حتى اقيس فيه زاويه الفا بهذا الاتجاه، مزبوط. بس انا لو جيت اطلعت هلا وين صار هلا اكس اي ماينس 1، اذا رسمته هون راح يكون داخل بالصفحه، هذا اكس اي ماينس 1 فهو داخل بالصفحة. أنا راح أروح من مين لمين؟ من زد اي ماينس 1 لزد اي. نحط هون تعريف الفا اي ماينس 1 is the angle from زد اي ماينس 1 to زد اي around اكس اي ماينس 1، مضبوط؟ فهي بهذا الاتجاه. فانا الزاويه عندي بوزيتيف بهذا الجهه بس انا بدي اروح من زد اي ماينس 1 لزد اي، اذا الزاويه هون ناقص 30. اذا هون الفا اي ماينس 1 بتساوي ناقص 30 درجه. اوكي، اي اي ماينس 1، اي اي ماينس 1 تعريفها از ذا ديستانس فروم زد اي ماينس 1 تو زد اي along اكس اي ماينس 1، اللي واضح انها هاي المسافه هون. فعندي اي اي ماينس 1 تساوي 0.5 متر. بعدين اللي راح نيجي نعمله الان راح اجي اشبك هلا هذه من هون خلص راح احط هذه اقطعها قطع هون ما راح اكملها، بيهمني الشكل هذا اللي جاي من هون ولا بيهمني عشان ارسم اكس اي مش هيك. طيب خليني اكملها هلا. هاي راح تكون وعندي هون خليني افترض انه زد اي وزد اي بلس 1 راح اخذ من نفس هاي النقطة. هلا احنا بدنا نضيف دي كمان، ايش رايكم نضيف دي؟ راح اضيف دي
نبدأ أطلع ترانسفورميشن كاملة، أعمل شيفت لهاي لفوق. هذا راح يكون زد اي بلس 1 وهذا هو واي. هذا الخط موازي لهذا الخط، بس هذا هو اكس اي. اكس اي صار الواصل بين زد اي وزد اي بلس 1، وهاي الزاويه من هون اللي هي ثيتا اي، وهاي الديستانس الديسبيسمنت اللي موجوده هون. كيف احسن طريقه نرسمها؟ نحطها هيك. اوكي، دي اي از ذا ديستانس فروم اكس اي ماينس 1 تو اكس اي الونج زد اي. مظبوط. وبهاي الحالة خلينا أقول إنه دي آي بتساوي 0.2 مترز، فدي آي في الحالة هاي بتساوي 0.2 مترز. وبعدين آخر شيء ثيتا آي هي الزاوية بين إكس آي ماينس 1 إلى إكس آي أراوند زد آي. ثيتا آي إز ذا أنجل. يعني لو اطلعت من فوق باتجاه زد آي وكنت عمودي على زد آي وبطلع، رغم انه اكس اي ماينس 1 واكس اي في بينهم ديسبيسمنت، بس اذا انا طلعت من فوق ما راح اشوف هاي الديسبيسمنت. كاني لما بطلع من فوق بقول هاي اكس اي ماينس 1 هاي هون وهي اكس اي، بس انا لما بطلع باتجاه زد اي بشوفهم كانهم، بس بشوف منهم بينهم الزاويه. ونفس الشيء لو جيت اطلعت هون الونج زد اي، فجيت اطلعت من هذا الاتجاه راح الاقي انه اكس اي ماينس 1 واكس اي في بينهم الشيفت هذا اللي هو دي اي. إذن the angle between x i minus 1 to x i around z i، وخلي ثيتا اي بالحالة هاي بتساوي 60 درجة. اوكي ماشي واضح. إذن عندي أربعة بارامترز، اثنين منهم i minus 1 واثنين منهم i. هلا اذا باجي بطلع هون الاويلر، كاني انا عملت زاويه، اول شيء هون زاويه اويلر ديسبيسمنت، زاويه وديسبيسمنت بهذا الاتجاه اويلر. اذا بعكس الاتجاه شو راح يكون؟ بعمله فيكس، متذكرين؟ فببدا باخر عمليه. شو كانت اخر عمليه؟ اخر عمليه اللي صارت هون اللي عندي اللي عملتها اللي هي كانت مثلا خلينا نحطها دي اي بعدين ثيتا اي بعدين اي اي ماينس 1 بعدين الفا اي ماينس 1 بهذا الترتيب. بهذا الترتيب من هون اويلر، اذا بعكس الترتيب راح اعمله فيكس اذا بدي اعمله الماتريكس، لانه الماتريكس لما ببنيها ببنيها كانها فيكست. اذا احنا ماشيين من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه، راح اعكس انا الاتجاه وراح اعمل هوموجينس ترانسفورميشن لهدول، راح اعمل هوموجينس ترانسفورميشن لهدول. هذول ما بأثرش الهاي لانهم هذول راح يدخلوا بنفس الترانسفورميشن، واحد منهم ديسبيسمنت واحد روتيشن، واحد ديسبيسمنت واحد روتيشن. هذا هون روتيشن حوالين اي اكسس؟ الفا. الفا الفا حوالين وين؟ من زد لزد اراوند اكس. اذا هذه روتيشن اراوند ذا اكس اكسس باي الفا. طيب وهاي روتيشن اراوند Z axis. إن هاي rotation around the Z axis بمقدار theta. هذا displacement along which axis؟ Di. Z axis. Z. وهذا displacement along which axis؟ X. X. Okay. إذا هلا بدنا نبني هاي، بدنا نبنيها بحيث إنه نطلع الترانسفورميشن اللي بتمثلها. زي ما حكيت لأنها هي أويلر بهذا الجهة راح أعملها fixed، فيكون آخر إشي ينضرب بالفكتور هو هاي، وبعدين اللي بنضرب فيه هو هاي. فراح يكون عندي اول شيء هاي راح تعطيني الترانسفورميشن تبعت دي اي
وثيتا اي اراوند زد ودي اي along z، واللي قبلها شو راح تكون؟ راح تكون الفا اي ماينس 1 along x و اي اي ماينس 1 along x. هلا دي اي قديش قيمتها؟ 0.2، وهي along z، وين بحطها؟ 0.2. اي اي ماينس 1 قديش قيمتها؟ 0.5 along x. هلا هاي كان متذكرين دامي ترانسفورميشن، بنحط 1 0 0 0. هذا الروتيشن اراوند ويتش اكسس؟ زد. راح يكون عندي 1 1 0 0 0. ايش راح يكون عندي هون؟ كوساين ثيتا. قديش ثيتا؟ ثيتا حطيناها 60، فراح يكون عندي هون كوساين 60 ماينس ساين 60 ساين 60 كوساين 60. طيب هون اراوند مين؟ مين اللي مش راح يتغير؟ متذكرين مظبوط؟ لما بعمل روتيشن حوالين الزد اللي ما بتغير هو الزد، فبكون عندي في هون غلط. هاي لازم تكون 1، هاي 0 وهاي 0، مش هيك مظبوط؟ وهاي 0 0 1 0 0 1، هيك مظبوط؟ وبعدين عندي هون قديش الزاوية اللي هون كانت؟ ناقص 30. الناقص كوساين ناقص 30 وكوساين ال 30 متساويين، مش هيك؟ عمين بتأثر الماينس؟ بتأثر بس على الساين، فبتنعكس الساين، فبصير عندي هون هلا كوساين 30 ساين 30 ماينس ساين 30، لأن هي ساين ناقص 30 كوساين 30. هي بيت كراودد هلا بنطلع هدول الأرقام. ماشي، في أسئلة على هاي؟ شو اللي عملنا هون؟ عملنا ترانزليشن وروتيشن، ترانزليشن وروتيشن. الترانزليشن هون along الزد أكسس، الترانزليشن هون along الاكس اكسس، الروتيشن هون حوالين الزد اكسس فهي 0 0 1 0 0، الروتيشن هون حوالين الاكس اكسس فهي 0 0 1 0 0، وبعدين هون حطينا هون. لاحظوا الاشاره اختلفت لانه الزاويه نيجاتيف، هي عاده بتكون كوساين ماينس ساين ساين كوساين، مزبوط؟ انا لو بدي ابسط هاي بنقدر نبسطها نحطها في ماتريكس واحده. طبعا تذكروا انه الطرد بصير بالفيكتور هون، فالفيكتور راح يكون في له اكس 1 مثلا واي 1 زد 1، وهون دمي. هذا بس دمي عشان اقدر اكمل هاي بسهول، رح يتحول الفيكتور اللي موجود. نبسط هذه، نحب نبسطها نشوف شو بيطلع معنا. ناخذ هذول هلا نضربهم، هلا خليني احطهم بشكل أو ناخذهم هون ونضربهم بحيث نطلع الفاينل ترانسفورميشن. فالفاينل ترانسفورميشن راح تكون اللي هي على فكرة هاي راح تصير تي اي لتي اي ماينس 1. عم برجع أنا في عندي إشي ريفير تو تي اي وعم برجعه للفريم اي ماينس 1. هذا راح يساوي، خلينا نحطها كلها هون إذا بتوسع معنا. خلينا نشوف، راح أول شيء أضرب هاي في هاي، مش هيك؟ كوساين ال 60 نص، ساين ال 60 جذر الثلاثة على 2، مش هيك؟ هلا لما بضرب هون بصير عندي 1 في كوساين ال 60، فهذا بصير راح احط سي عشان الكوساين، كوساين 60. بعدين عندي ثاني 1 راح يجي هون، راح يصير 1 ماينس ساين ال 60. بعدين الثالث شو راح يعطيني؟ راح يعطيني 0، مش هيك؟ والرابع ايش راح يعطيني؟ نص. ناخذ السطر الثاني 0، فراح يصير عندي كوساين 30 ساين 60 كوساين ساين. وبعدين راح يجي عندي الثالث راح يكون 0 0 ساين 30، مظبوط؟ وبعدين هذا الثاني، مش هيك؟ مظبوط مظبوط. انا اللي حسبته ولا غلطت شيء؟ هاي راح تعطيني 0، هاي راح تعطيني كوساين ساين، هاي 0 0، مزبوط.
الثانية راح تعطيني كوساين 30 كوساين 60 مظبوط؟ كوساين 30 كوساين 30 كوساين 60 مظبوط؟ هاي كوساين 30 في كوساين 60 راح تصير كوساين 30 ساين 60 وهاي كانت كوساين ساين مظبوط؟ كوساين 30 ساين 60 كمان كوساين 30 ساين 60 طيب لا لا الأولى قديش كانت؟ الأولى كانت عندي هاي في كوساين 30 ساين 60 وهاي راح تصير نرجع أول واحد هاي الأولى راح تكون 0 في هذا كوساين 30 ساين 60 و 0 0 فهاي كوساين 30 ساين 60 هلا الثاني راح تصير هاي مضروبه 0 هون بتصير كوساين 30 كوساين 60 مزبوط بعدين هون هاي راح تصير عندي زيروز راح ينضرب في واحد هو ساين ال 30 واخر اشي راح ينضرب عندي ساين ال 30 في بوينت 2 مزبوط ناخذ الثالث السطر الثالث عندي 0 فعندي ناقص ساين ال 30 ساين ال 60 هي هاي هاي في هاي مضبوط ساين في ساين بعدين السطر الثاني راح يكون عندي ناقص ساين ال 30 كوساين ال 60 بعدين اللي هون راح يعطيني كوساين ال 30 مظبوط هذا كوساين ال 30 اجى هون في واحد زائد مظبوط بعدين اخر اشي راح يكون عندي 0.2 كوساين ال 30 واخر شيء راح يكون دي 0 0 0 1 هاي ترانسفورميشن النهائي